التلاميذ إلى تقويم تشخيصي مادة النشاط العلمي مستوى السادس ابتدائي. إذا نبدأ بالتمرين الأول، تتميم الجمل الآتية بما يناسب. إذا نعطيني كلمات وغادي نحاول نعمرهم في الجمل. خلال عملية تتحول الأغذية إلى مواد القيت بفعل التأثير. إذا هنا خلال عملية الهضم تتحول الأغذية إلى مواد القيت بفعل التأثير الميكانيكي. تختلف الاحتياجات اليومية من أغذية وطاقة من شخص إلى آخر حسب جنسه وعمره والنشاط الذي يقوم به. بالنسبة للجملة الأخيرة، يتكون البول على مستوى الكلية وينتقل إلى المثانة عن طريق الحليب، ثم يطرح خارج الجسم بواسطة واحد القناة كيتسمى الإهليل إذا بالنسبة للتمرين الموالي، غادي نبدا بهذا التمرين اللي باللغة العربية نبدي به هو الأول حتى نمشي للفرنسية. إذا تمثل الوثيقة أسفل الجهاز الهضمي عند الإنسان. أضع تعليق للوثيقة بالسيما المايلي. إذا التعليق دونك كاين بالفرنسية نقولو لا ليجوند، كاين لو تيتر وكاين هاد المكونات هادو. خصني ندير حتى هذا عنوان للوثيقة. إذا بالنسبة للأول كيتسمى المريء، ثاني كيتسمى المعدة، ثالث المعيون الدقيق، هذا يسمى الكبد، بعده المرارة، وتحت المرارة كيكون البنكرياس يعني هذا، وبعده تيكون المعي الغليظ، ثم هنا كيكون المخرج أو الشرج. إذا عنوان الوثيقة هو بين أول الجهاز الهضمي عند الإنسان. بالنسبة للتمرين اللي كان بالفرنسية بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم ليفي سيونسيفيك، جو باغ لي موفاز ريبونس، دونك كندير كنوضع هاد العلامة في الأجوبة الخاطئة. إذا الجملة تقول دونك هادو سو سون دي مو. إذا لي غوسوغس دو لينيرجي رونوفلابل هما إذا منابع ولا مصادر الطاقة المتجددة، واش لو غاز بوتان واحد الغاز ديال البوتان، لو سولاي الشمس، لو فون الرياح، لو بيترول دونك هاد الغاز البوتان من مشتقات البترول، ولو كورانت. إذا بالنسبة للمشتقات الأولى البترول والمشتقات ديالو كيجيو من المستحدثات، واحد الكائنات كتموت مع الوقت وحدها، هذا ماشي هذا مصدر ولا منبع غير متجدد. بالنسبة للماء اللي كيكون كيجري بحال الواد ولا النهر، فهذا كيكون مصدر متجدد. أينما كان الماء كيكون هاد تيارات الماء، الرياح كذلك، الشمس كذلك. إذا الكلمات الداخلة هو لو غاز بوتان و لو بيترول. إذا نمر للتمرين الموالي. اكتب أمام كل عبارة أنشطة مفيدة وأنشطة ضارة. الزراعة في واش بالسين ولا بالصاد، المصطبات، واش نشاط مفيد أو غير مفيد، هو اللي بحثنا فيه كنلقاو بأن هادو أنشطة مفيدة لحماية التربة من دائرة الحد. سقي التقليد أيضا تا هو من ضمن الأنشطة المفيدة، لأنه مكندخلوش ما هو تكنولوجي يعني الآلات، وفين كنتكلمو على الآلات والأسمدة، شتي كلشي كيدخل في التلوث، شتي ثات غابات، أنشطة ضارة. ثم عندنا التشجير، أنشطة مفيدة، نعم. السؤال ولا التمرين 5، شطب على الجمل الخاطئة. إذا تغني ديدان الأرض التربة بالمواد العضوية، نعم، يعني من خلال فضلات ديال الديدان.
ديك الفضلات يعني كتكون بمثابة مواد عضوية للتربة. صحيح، يشترط في التربية التربة الصالحة للزراعة أن تكون نافودة للماء. هاد الجملة غير كاملة، لحقاش إلا خدينا الجملة الأصل ديالها هي هادي. غادي نقولو يشترط في التربة الصالحة للزراعة أن تكون نافودة للماء مع الاحتفاظ بجزء منه لفائدة النباتات، لأن إلا كانت التربة نافودة للماء تكون بحال الرمل، بحال الرملة، وتكون صالحة غير صالحة للزراعة. إذن هادي خاطئة. الموالية، الزراعة المستدامة تهدف للحفاظ على التربة فقط. لا، تهدف إلى الحفاظ على التربة ومجموعة من المسائل. إذا ليس التربة فقط. تساهم حيوانات التربة في تهويتها فقط، هذه خطأ. هنا عند إسهامات أخرى الحيوانات اللي كتكون في التربة. التمرين الموالي يصل بخط. إذا نعطيني ديال الأجهزة التناسلية الذكرية والأنثوية بالنسبة للحيوانات الوالدة والبيضة. حنا غناخدو المثال ديال الوالدة، مثلا الإنسان. مثلا الإنسان كيكون عنده بالنسبة للذكر كيكون عنده القضيب، إذا هذا غادي يكون بالنسبة الوالدة الذكرية، وبالنسبة للأنثى كيكون عندها مهبل. إذا هذه بالنسبة للوالدة أنثى. إذا لك عرفت غير هاد الجوج، هادو كيجيو لراسهم. إذا بالنسبة للذكر، الجهاز التناسلي عند الذكر بالنسبة للكائنات الحية الوالدة كيكون عندو قضيب. بالنسبة للجهاز التناسلي عند الأنثى الحيوانات البيضاء، هذا غادي نستنتجوه، ولكن قبل خصنا ندونو هذا بعدا اللي فيه المهبل. هذا حقاش هاد المهبل كيكون بالنسبة للوالدة، الجهاز التناسلي عند الكائنات الأنثوي بيان سو عند الكائنات الحية الوالدة. إذا لا عرفت هاد الجوج، بالنسبة للجهاز التناسلي عند البيضة غيكون هذا، وبالنسبة للاختيار اللي بقى الأخير غيكون ديال الجهاز التناسلي الذكري للكائنات الحية البيضة. إذا التمرين كنظل الأخير، اكتب صحيح أو خطأ في المكان المناسب. إذا الجملة الأولى تقول يمكن الجسم أن يكون في حالة سكون تحت تأثير قوة واحدة. نعم، الجواب صحيح. بالنسبة لمدة تأرجح النواس البسيط تتعلق بطول الخيط فقط. تشوف النشاط اليمين الخامس، صحيح. تنقص مدة تأرجح النواس البسيط كلما تقلص طول الخيط، يعني صغار، صحيح أيضا. لكن الأخير، يمكن للجسم أن يكون في حركة دوران دون تأثير أي قوة، أو غير في حركة. فهذه الجملة خاطئة لا يمكن. إذا انتهى التقويم، إلى اللقاء.